بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. الحمد لله على عظيم فضله وتوفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام ومن جوار الكعبة المعظمة ينعقد هذا المجلس العاشر من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الخميس 14 من شهر جمادى الأولى سنة 1444 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. في هذه الليلة الكريمة، ليلة الجمعة، مستكثرين في هذا المجلس من صلاتنا وسلامنا على عبد الله ورسوله، نبينا وإمامنا وقدوتنا وهادينا ودليلنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نرجو بذلك عظم الثواب ومضاعفة الأجر وصلاة ربنا علينا من فوق سبع سماوات. فقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. عليك صلاة الله يا أكرم الورى، ويا خير عبد للمهيمن قد سرى، ويا خير من قام لله ناجيا، ويا خير من لبى وطافى وكبرا. يا رب صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. وقد وقف بنا الحديث أيها الكرام ليلة الجمعة الماضية في الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله لذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا السياق استطرد رحمه الله في ذكر جد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الكريم إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، وهو يذكر ماذا ما يتعلق بمسألة قصة ذبحه التي وردت في سورة الصافات، معرجاً على الخلاف بين أهل العلم: الذبيح المذكور في الآية الكريمة هل هو إسماعيل أو إسحاق ولدي إبراهيم الخليل عليه وعلى أنبياء رسل الله كرام صلاة الله وسلامه جميعاً. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل في نسبه صلى الله عليه وسلم. وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروته، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم، فأشرف القوم قومه، وأشرف القبائل قبيلته، وأشرف الأفخاذ فخذه صلى الله عليه وسلم. فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان. إلى هنا معلوم الصحة، متفق عليه بين النسابين لا خلاف فيه البتة، وما فوق عدنان فمختلف فيه، ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل. نعم. تقدم ليلة الجمعة الماضية أن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه عبد الله إلى أبي البشرية آدم عليه السلام. هذا النسب النبوي ينقسم إلى قسمين: أولهما متفق عليه، وهو ما وقع في نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم من آبائه عبد الله إلى إسماعيل إلى 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 معد بن عدنان. هذا القسم الأول متفق عليه بين النسابين لا خلاف فيه على السياق الذي سمعتم قبل قليل،
ثم اختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل وما فوق إسماعيل عليه السلام إلى آدم عليه السلام، ولهذا لا يصح أن يجزم أحد فيقول هذا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آدم عليه السلام، فإن الذي يقطع به ويجزم من انتهى به النسب إلى عدنان. واختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل، قيل 9 آباء، وقيل 7، وقيل 15 أبا، وقيل 40، وهو بعيد وقول غريب. لكن كما تقدم أن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه قال: ما وجدنا من يعرف ما وراء عدنان ولا قحطان إلا تخرصا، يعني لا يوجد من أهل النسب والعلم به من يجزم في النسب، نسب البشر في العرب، ما وراء عدنان وقحطان. ولهذا قال أيضا أبو بكر ابن سليمان بن أبي حثمة، وكان من أعلم قريش بأنسابها وأشعارها، قال: ما وجدنا أحدا يعلم ما وراء معد بن عدنان في شعر شاعر ولا علم عالم. قال ابن سعد رحمه الله: الأمر عندنا الإمساك عما وراء عدنان إلى إسماعيل. ولهذا أخرج الطبراني كما ذكر الحافظ ابن حجر بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: استقام نسب الناس إلى معد بن عدنان. وعائشة رضي الله عنها نسابة، تعلمت النسب من أبيها أبي بكر رضي الله عنه، قالت: استقام نسب الناس إلى معد بن عدنان، تقول هذا القدر مستقيم، يعني معلوم عند أهل علم الأنساب، وما وراء ذلك فلا تستطيع أن تجزم به. يقول الإمام الحافظ ابن حبان: نسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصح إلى عدنان، وما وراء عدنان قال: فليس عندي شيء صحيح أعتمد عليه. هذا اتفاق بين أهل العلم، فمن ساق نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقف عند معد بن عدنان كما ذكر المصنف رحمه الله هنا، وما وراء ذلك فمختلف فيه. وإذا انتهينا إلى هذا النسب، فإن علمه وحفظه أولى بي وبك من العلم والحفظ لنسب أحدنا بينه وبين آبائه وأجداده، لأنه نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعناية به شرف، وتعلمه أيضا جزء من علم أحدنا بسيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأما القول بأنه إسحاق فباطل من أكثر من 20 وجها. أوجزت الآيات في سورة الصافات قصة الذبيح ابن إبراهيم الخليل عليه السلام، قال الله تعالى: فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ووقع الخلاف، هذا الغلام من ولدي إبراهيم عليه السلام، أهو إسماعيل أم إسحاق؟ إسماعيل ابن سارة أم إسماعيل ابن هاجر أم إسحاق ابن سارة؟ وكلتاهما أنجبت لإبراهيم الخليل عليه السلام، هذه أنجبت له إسماعيل وتلك أنجبت له إسحاق، فإسماعيل جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسحاق جد أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام. فكل الأنبياء من نسل آدم عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام انحصروا في ابنيه إسحاق وإسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يقول المصنف: إسماعيل هو الذبيح، ثم قال: هو القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. يشير إلى خلاف في المسألة، لكنه خلاف لا يترتب عليه عمل، وليس من ورائه أيضا ثمرة فقهية. إسماعيل وإسحاق كلاهما نبي كريم، ابن خليل الله إبراهيم عليه السلام، وكلهم أنبياء كرام من المصطفين الأخيار الذين أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه الكريم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مسألة خلاف العلماء في الذبيح هل هو إسماعيل أو إسحاق، قال: فيها مذهبان مشهوران للعلماء، قال: وكل منهما مذكور عن طائفة من السلف. وفي الجملة يقول رحمه الله: وفي الجملة فالنزاع فيها مشهور، لكن الذي يجب القطع به أنه إسماعيل. قال: وهذا الذي تدل عليه الكتاب والسنة والدلائل المشهورة، وهو الذي تدل عليه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب.
وابن القيم هنا في الكتاب سيستطرد قليلا في ذكر الأدلة المثبتة أن إسماعيل عليه السلام هو الذبيح وليس إسحاق، فسواء قلت هو إسماعيل أو إسحاق ليس فيه إلا إثبات منقبة وفضيلة وشرف، واليهود يزعمون ذلك لإسحاق لأنه جدهم، وينكرون أنه لإسماعيل لأنه جد العرب حسداً وبغيا، والقولان مشهوران. ولهذا فإن الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله أيضاً في تفسير السورة الكريمة قال: وقد قال بأن الذبيح إسحاق طائفة كثيرة من السلف وغيرهم، فلا تتعجب لو وجدت أسماء بعض الصحابة والتابعين يذكرون أن الذبيح هو إسحاق. هذا قول مأثور ومشهور كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي حكي القول عنه بأن الذبيح إسحاق كعب الأحبار، وهو من علماء بني إسرائيل الذين أسلموا. فإذا كان كعب الأحبار يقول بذلك، فربما كان هذا منشأه مما أخذه من علمه بالتوراة قبل أن يسلم رضي الله عنه. قال الحافظ ابن كثير: وروي هذا القول عن عمر والعباس وعلي وابن مسعود ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء، وساق أسماء جملة من كبار العلماء، ثم قال: وهو اختيار ابن جرير الإمام المفسر شيخ المفسرين. فإنه أيضا في تفسيره الإمام الطبري رجح بأن الذبيح هو إسحاق عليه السلام، واستدل لذلك. يقول الحافظ ابن كثير: وهذا عجب منه، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس، ولكن الصحيح عنه وعن أكثر هؤلاء أنه إسماعيل عليه السلام. والمقصود يا كرام إثبات الخلاف في المسألة، والمصنف رحمه الله يقول: القول بأنه إسحاق باطل من أكثر من 20 وجها. هذا ترجيح يصنعه العلماء في المسائل الخلافية، وإذا انتصر أحدهم لقول أو رجح مذهبا فضعف ما يقابله، ليس هذا قدحا في العلماء القائلين بالقول الآخر، ولا إسقاطا لعلمهم، ولا ذما لمكانتهم. هذا شيء، النقاش العلمي وإثبات الأدلة والاحتجاج ورد ما يقابله أمر لا علاقة له بالقدح في مكانة علم العلماء ولا إثبات فضلهم. فلا يحملنك ما ستسمع من تفنيد القول بأنه إسحاق عليه السلام ليس له علاقة بالقدح في العلماء القائلين به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هذا القول إنما هو متلقاً عن أهل الكتاب، مع أنه باطل بنص كتابهم، فإن فيه أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره، وفي لفظ وحيده، ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده. في نص نسخ التوراة التي فيها قصة إبراهيم عليه السلام يقول أن الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه. اللفظ في التوراة يقول: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق، واذهب إلى أرض المرية أصعده هناك، إلى آخر ما قال. لفظ التوراة: خذ ابنك وحيدك. يقول شيخ الإسلام في بعض الترجمات الأخرى: خذ ابنك بكرك. السؤال: من بكر إبراهيم عليه السلام، إسماعيل أم إسحاق؟ إسماعيل هو بكره. خذ ابنك وحيدك، لو قلت الترجمة ليست البكر بل الوحيد، أيهما كان وحيدا لإبراهيم عليه السلام؟ إسماعيل. فالنص في التوراة يصف وصفا لا ينطبق إلا على إسماعيل، لكنه أورد اسم إسحاق. يقول لفظ التوراة: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وفي ترجمة أخرى بكرك، فهي ترجمة وليست لفظا آخر في التوراة. ثم قال رحمه الله: ولم يفعل هذا إلا اليهود تحريفا منهم، فحذفوا اسم إسماعيل وأوردوا اسم إسحاق في النص مع أنه لا يستقيم، فاللفظ أو الوصف لا ينطبق إلا على إسماعيل، وهو تحريف منهم لما أسقطوا اسم إسحاق عليهم جميعا صلاة الله وسلامه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
والذي غر أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم اذبح ابنك إسحاق. قال: وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم، لأنها تناقض قوله اذبح ابنك بكرك ووحيدك. ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف، فأحبوا أن يكون لهم وأن يسوقوه إليهم ويحتازوه دون العرب، ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله. وكيف يسوغ أن يقال إن الذبيح إسحاق، والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه يعقوب، فقال تعالى عن الملائكة: إنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فمحال أن يبشرهما بأنه يكون له ولد ثم يأمره بذبحه، ولا ريب أن يعقوب داخل في البشارة. فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحدة هذا ظاهر الكلام وسياقه. الله عز وجل لما بشر إبراهيم عليه السلام في قصة قوم لوط قال: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، لما جاءت الملائكة وامرأته قائمة. امرأة إبراهيم عليه السلام في هذا السياق من هي؟ سارة. قال: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني هذا النسل بشر به إبراهيم عليه السلام. وتعلمون بقية السياق، أنها تعجبت أن تبشر بالولد على كبر سنها وما أصابها. يقول موضع الشاهد: محال أن يبشرهما بولد ثم يأمره بذبحه. هنا لا تتم البشارة، البشارة من الله التي يدخل بها السرور على العبد لا يكدرها شيء. فلو كان إسحاق عليه السلام هو الذي أمر الله إبراهيم عليه السلام بذبحه لما تمت البشارة. ولهذا فإن الحافظ ابن كثير رحمه الله لما ذكر هذا القول وأن الذبيحة هو إسماعيل وليس إسحاق، قال: لا يفهم من القرآن إلا هذا، بل المفهوم، بل المنطوق، بل النص عند التأمل أنه إسماعيل. قال: وما أحسن ما استدل به محمد بن كعب القرظي على أنه إسماعيل وليس إسحاق لما قال في الآية: فبشرناها بإسحاق، قال محمد بن كعب، قال: فكيف تقع البشارة بإسحاق وأنه سيولد له يعقوب ثم يؤمر بذبح إسحاق وهو صغير؟ كيف يؤمر بذبح إسحاق وهو صغير والبشارة أن إسحاق سيكون له ولد ويسمى يعقوب؟ هذا ما يستقيم. فيقول: هذا من أحسن ما استدل به أن الذبيح لا يكون إسحاق، لأن الله بشر به قبل أن يولد أنه إسحاق، وبأنه سيكون له ولد واسمه يعقوب، فجاءت البشارة مبكراً قبل أن يولد إسحاق، فكيف يؤمر بذبحه؟ قال: هذا من أحسن ما استدل به. قال: هذا لا يكون، لأنه يناقض البشارة المتقدمة، والله أعلم. نعم. ولا ريب أن يعقوب داخل في البشارة. فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحدة هذا ظاهر الكلام وسياقه. فإن قيل: لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان يعقوب مجرورا عطفا على إسحاق، فكانت القراءة: ومن وراء إسحاق يعقوب، أي ويعقوب من وراء إسحاق، يعقوب أي وبيعقوب من وراء إسحاق. في الآية الكريمة قراءتان صحيحتان متواترتان: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوبا بالنصب، وهي قراءة بعض القراء كابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم، وقرأ الجمهور بالرفع: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. انتبه إلى أن المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله يقصد قراءة أبي عمرو البصري، فإنها كانت قراءة سائدة في كثير من بلاد الإسلام، ومنها أرض الشام التي نشأ فيها الإمام الحافظ ابن القيم، فهو يتكلم في الآية وأثبتها في كتابه على قراءة أبي عمرو، وهو بقراءة الجمهور بالرفع. فأنت لما تقرأ الآية: فبشرناها بإسحاق، والاسم الأعجمي يجر بالفتحة لأنه غير منصرف، ومن وراء إسحاق يعقوبا، فيكون يعقوب
بالفتحة ها هنا مجرورا بالفتحة عطفا على إسحاق ومعنى الآية، فبشرناها بإسحاق وبيعقوب. هذا على قراءة النصب تكون البشارة حصلت بمن؟ بالاثنين، بإسحاق وبيعقوب. أما على قراءة الرفع فبشرناها بإسحاق، انتهى الكلام. ثم استؤنفت جملة جديدة، ومن وراء إسحاق يعقوب، أي ويعقوب من وراء إسحاق، فجملة لا علاقة لها بالبشارة السابقة في الجملة التي قبلها. ابن القيم رحمه الله يتكلم على قراءة الرفع التي أثبتها في الكتاب، يقول من وراء إسحاق يعقوب، إذن يعقوب لم تحصل به البشارة، فلهذا أورد السؤال، قال: فإن قيل لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان يعقوب مجرورا عطفا على إسحاق، ولكانت القراءة ومن وراء إسحاق يعقوب، أي ويعقوب من وراء إسحاق. فأراد أن يقول: أولا القراءة صحيحة، حتى الجر بالفتحة قراءة صحيحة ثابتة، وحتى على قراءة الرفع ومن وراء إسحاق يعقوب هو أيضا متضمن لمعنى البشارة، وإن لم يكن صريحا باللفظ معطوفا عليه في الإعراب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قيل لا يمنع الرفع من أن يكون يعقوب مبشرا به، لأن البشارة قول مخصوص، وهي أول خبر سار صادق، وقوله ومن وراء إسحاق يعقوب جملة متضمنة لهذه القيود، فتكون بشارة، بل حقيقة البشارة هي الجملة الخبرية. ولما كانت البشارة قولا كان موضع هذه الجملة نصبا على الحكاية بالقول، كأن المعنى وقلنا لها من وراء إسحاق يعقوب. والقائل إذا قال بشرت فلانا بقدوم أخيه وثقله في أثره لم يعقل منه إلا البشارة بالأمرين جميعا، هذا ما لا يستريب ذو فهم فيه البتة. ثم يضعف الجر أمر آخر، وهو ضعف قولك مررت بزيد ومن بعده عمر، لأن العاطف يقوم مقام حرف الجر، فلا يفصل بينه وبين المجرور كما لا يفصل بين حرف الجر والمجرور. ومع ذلك فقد صحت القراءة كما سمعت أيضا بالجر فتحة، لأنه اسم أعجمي، ومن وراء إسحاق يعقوب، فحتى لو ضعفها نحوا فإنها صحيحة قراءة، ولها وجه أيضا يستقيم به الإعراب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويدل عليه أيضا أن الله سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم وابنه الذبيح في سورة الصافات فقال: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم قال: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. طيب، سياق الآيات أيضا يساعدك على الفهم. في أول الآيات قال: فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ثم حصل الحوار بين ابنه الحليم، سواء قلت إسحاق أو قلت إسماعيل، لكن لما حصل ما حصل وجاء الفداء وفديناه بذبح عظيم، الكبش الذي ذبحه إبراهيم عليه السلام، قال الله بعد ذلك: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق. إذن البشارة الأولى ما كانت بإسحاق، كانت بغيره، وإلا كان تكرارا لا معنى له. فبشرناه بغلام حليم، تقول هو إسحاق، ثم تأتي بعدها تقول وبشرناه بإسحاق، تكون بشارة مكررة. وإن قال بعضهم، سيرده المصنف، أن البشارة الأولى بولادة إسحاق والبشارة الثانية بنبوته، فبشرناه بغلام حليم يعني أن يولد له غلام، ثم قال وبشرناه بإسحاق نبيا، كانت البشارة بالنبوة، فلا تعارض بين البشارتين، وسيرد عليها المصنف الآن. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذه بشارة من الله له شكرا على صبره على ما أمر به،
وهذا ظاهر جدا في أن المبشر به غير الأول، بل هو كالنص فيه. فإن قيل فالبشارة الثانية وقعت على نبوته، أي لما صبر الأب على ما أمر به وأسلم الولد لأمر الله جازاه الله على ذلك بأن أعطاه النبوة. قيل البشارة وقعت على المجموع، على ذاته ووجوده وأنه يكون نبيا، ولهذا نصب نبيا على الحال المقدرة، يعني وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. يقول هذه الآية لم تقع فيها البشارة بنبوة إسحاق عليه السلام فقط، لا، البشارة بإسحاق أن يوجد له ولد وأن يكون نبيا، فالبشارة وقعت بذاته وبنبوته، ولهذا قال وبشرناه بإسحاق إيش؟ لا بإسحاق ولدا، ثم قال نبيا، فصارت وصفا زائدا على مجرد البشارة بإسحاق. فوقعت البشارة بإسحاق ولدا بإبراهيم عليه السلام، والبشارة بإسحاق أيضا نبيا من أنبياء الله عليهم السلام. فإذا تم هذا المعنى أصبحت آية وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين تامة في البشارة بإسحاق عليه السلام ولدا ونبيا. وعندئذ لا بد أن تحمل الآية الأولى فبشرناه بغلام حليم على ابن آخر غير إسحاق، ولا يكون إلا إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قيل البشارة وقعت على المجموع، على ذاته ووجوده وأنه يكون نبيا، ولهذا نصب نبيا على الحال المقدرة، أي مقدرين نبوته، فلا يمكن إخراج البشارة أن تقع على الأصل ثم تخص بالحال التابعة الجارية مجرى الفضلة، هذا محال من الكلام. بل إذا وقعت البشارة على نبوته فوقوعها على وجوده أولى وأحرى. إذن هذان دليلان استدل بهما المصنف رحمه الله على أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام وليس إسحاق عليه السلام. الدليل الأول أن الله عز وجل ذكر في الآية الكريمة ما بشر به إسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وأنه لا تكون البشارة بنبي يكون له ولد ثم يبفي أمر إبراهيم عليه السلام بذبحه. والدليل الثاني ما قرره هنا في السياق أن الله قال بعد ذلك وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فلا بد أن يكون ولدا آخر للخليل إبراهيم عليه السلام غير إسحاق عليه السلام، ولن يكون إلا إسماعيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأيضا فلا ريب أن الذبح كان بمكة، هذا دليل ثالث. نعم. ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بها، كما جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمال تذكيرا بشأن إسماعيل وأمه وإقامة لذكر الله. ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة دون إسحاق وأمه. أين وقع الأمر لإبراهيم عليه السلام بذبح ولده؟ في مكة. وهل كان إسحاق بمكة؟ الجواب لا، ليس إلا إسماعيل في صحبة أمه لما تركهما في قصة بناء الكعبة وبدء الحياة في مكة كما أخرج البخاري وغيره في الصحيح. فهذا دليل ثالث. ولهذا يعني كيف تستطيع أن تثبت أن الأمر بالذبح كان في مكة؟ قال لأنك ترى أعمال المناسك التي بقيت في شريعتنا معشر المسلمين مرتبطة بآل إبراهيم عليه السلام، الطواف بالكعبة التي بناها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، السعي بين الصفا والمروة التي سعت بينهما هاجر بحثا للماء لإسماعيل عليه السلام، رمي الجمرات اتباعا لإبراهيم عليه السلام لما رجم الشيطان في تلك المواضع في قصة ذبحه لولده إسماعيل عليه السلام. فأعمال المناسك مرتبطة بقصة إبراهيم وآل إبراهيم عليه السلام، وكل ذلك كان بمكة، فلا يقال إنه أمر بذبح ولده هناك في أرض الشام ثم تأتي قصة الذبح وتأتي أعمال المناسك ومنها ذبح القرابين والأضاحي يوم العيد، سنة الخليلين
إبراهيم عليه السلام ومحمد أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، تأتي ذبيحة الأضحية اتباعاً لهدي النبيين الكريمين الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وما حصل لإبراهيم عليه السلام ذلك إلا بمكة، وما كان بمكة من أولاده إلا إسماعيل، فهذه دلالة أخرى لإثبات أن الذبيحة كان إسماعيل عليه السلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل، وكان النحر بمكة من تمام حج البيت الذي كان بناؤه على يد إبراهيم وابنه إسماعيل زماناً ومكاناً. ولو كان الذبح بالشام كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة. هذا دليل رابع. قال: وأيضاً فإن الله سمى الذبيحة حليماً. نعم، قال: وأيضاً فإن الله سبحانه سمى الذبيحة حليماً. أين هذا؟ فبشرناه بغلام حليم. نعم، وأيضاً فإن الله سبحانه سمى الذبيحة حليماً لأنه لا أحلم ممن سلم نفسه للذبح طاعة لربه. ولما ذكر إسحاق سماه عليماً فقال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون، إلى أن قال: قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فبشرناه بغلام حليم في سورة الصافات، وبشروه بغلام عليم في سورة الذاريات، وهذه البشارة غير تلك. وبشروه بغلام عليم في سورة الذاريات هي المطابقة لما جاء في سورة هود عليه السلام، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ليش قلنا هي المطابقة؟ لأنها في قصة إتيان الملائكة لإبراهيم عليه السلام في صورة ضيوف رجال كرام، وقعت البشارة هناك بإسحاق، فأفصحت الآية في هود أنه إسحاق، وجاءت بالوصف في سورة الذاريات قال: وبشروه بغلام عليم. فمعلوم بل تجزم أن البشارة في الذاريات وبشروه بغلام عليم، من هو؟ هذا إسحاق بلا خلاف. فيريد أن يقول لك المصنف إن البشارة التي وقعت بالابن العليم غير البشارة التي وقعت بالابن الحليم، فهذان وصفان، ولا بد أن يكون كل وصف مخصوصا بأحد الابنين الكريمين إسحاق وإسماعيل عليهما السلام. نعم، قال: وأيضا فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليما لأنه لا أحلم ممن سلم نفسه للذبح طاعة لربه. ولما ذكر إسحاق سماه عليما فقال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، إلى أن قال: قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. وهذا إسحاق بلا ريب لأنه من امرأته وهي المبشرة به، وأما إسماعيل فمن السرية، يعني التي تسرى بها الجارية التي تسرى بها إبراهيم عليه السلام وهي هاجر، فإنه أخذها جارية وتسرى بها ووطئها بملك اليمين فأنجبت له النبي الكريم إسماعيل عليه السلام. وأيضا فإنهما بشرا به على الكبر واليأس من الولد. فإنهما بشرا به، من هما؟ فإنهما بشرا، من هما؟ إبراهيم عليه السلام وزوجه سارة، بشرا بالولد على كبر. السؤال: إسماعيل عليه السلام ولد لإبراهيم على كبر أم إسحاق الذي ولد له على كبر؟ إسحاق. والدليل: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب. فبشر بالولد على كبر. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فوقعت البشارة بإسحاق عليه السلام على كبر، وهذا لا ينطبق على البشارة بإسماعيل عليه السلام، لأنه لم يكن إبراهيم عليه السلام إذ ذاك بالكبر الذي يبشر به إبراهيم عليه السلام بالولد، وهو الوضع كان مختلفا، وحتى العمر الزمني الذي قدم فيه إبراهيم عليه السلام إلى مكة لم يكن كذلك. نعم، قال: وأيضا فإنهما بشرا به على الكبر واليأس من الولد.
وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك. وأيضا فإن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أن بكر الأولاد أحب إلى الوالدين ممن بعده. هذا الوجه الخامس الذي يستدل به المصنف رحمه الله على أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. قال وأيضا فإن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أن بكر الأولاد أحب إلى الوالدين ممن بعده. وإبراهيم لما سأل الله الولد ووهبه له تعلق شعبة من قلبه بمحبته، والله تعالى قد اتخذه خليلا. يقول أجرى الله العادة البشرية أن بكر الأولاد أحب إلى الوالدين من باقي إخوتهم، أليس كذلك؟ ليش؟ نعم، لأن بكر الأولاد هو الذي جعلك أبا وجعل أمه أما، فلخروجه في الحياة بهجة عند الوالدين وفرحة وسرور، والبشارة به أعظم. ليس معنى هذا أن الوالدين لا يفرحان ببقية الأولاد، لكن جرت العادة البشرية أن بكر الأولاد ابنا كان أو بنتا أحب إلى أبيهما من بقية الأولاد. يريد أن يثبت لك أمرا في سياق الآية الكريمة لا يستقيم أن تقول إلا أن المأمور بالذبح فيه هو إسماعيل عليه السلام وليس إسحاق. الآن أدركت هذا، إذن محبة الوالدين لأول الأولاد أشد من غيرها. وإبراهيم عليه السلام لما أمر بالذبح ابتلاء، يقع الابتلاء في أتم صوره وأعظمها وأشدها إذا كان بأحب الأولاد إليه، وأحب الأولاد لن يكون إلا بكرا. ومر بك نص التوراة خذ ابنك وحيدك، وفي ترجمة كما يقول شيخ الإسلام خذ ابنك بكرك، فالبكر يقع به الابتلاء أكثر من غيره. نعم. وإبراهيم لما سأل الله الولد ووهبه له تعلق شعبة من قلبه بمحبته، والله تعالى قد اتخذه خليلا. والخلة منصب يقتضي توحيد المحبوب بالمحبة وألا يشارك بينه وبين غيره فيها. فلما أخذ الولد شعبة من قلب الوالد جاءت غيرة الخلة تنزعها من قلب الخليل، فأمره بذبح المحبوب. فلما أقدم على ذبحه وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد، خلصت الخلة حينئذ من شوائب المشاركة، فلم يبق في الذبح مصلحة، إذ كانت المصلحة إنما هي في العزم وتوطين النفس، وقد حصل المقصود فنسخ الأمر وفدي الذبيح وصدق الخليل الرؤيا وحصل مراد الرب سبحانه. هذا من أجمل وأدق ما ذكر في حكمة الأمر بذبح الولد في قصة إبراهيم عليه السلام. أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، ورؤيا الأنبياء وحي. قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وحي، والوحي ليس له إلا الامتثال. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وعرفتم بقية الآيات. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. كان هذا كافيا، لو كان المقصود من الذبح حصوله لذبح، ولما جاء الأمر بالكف عن ذلك ونسخ الأمر، لكنه لما جاء إلى وقت الذبح فأضجعه وجهزه للذبح جاءت الكرامة، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. إذن لم يكن المقصود إراقة دمه، فماذا كان المقصود إذن؟ ما الحكمة الإلهية؟ أين يمكن أن تلتمس؟ ليست إلا في ابتلاء الخليل إبراهيم عليه السلام في إثبات عظم مقامه عند ربه بتعظيمه لمحبوبه جل في علاه. فإذا كان الله عندك أحب من كل شيء وأمرك بذبح قطعة من قلبك فامتثلت،
فهذا غاية الإثبات أن لا شيء في قلبك محبة أعظم من محبوبك وربك وخالقك وسيدك جل في علاه. فلما حصل المقصود نسخ الأمر. يقول: فهذا مما يعضد بالقرائن والشواهد مع ما سبق من الأدلة أن هذا الابتلاء لا يتحقق إلا في ولد تعلق القلب به، وتعلق القلب بالولد سيكون في البكر أكثر من غيره، وهذا يتحقق في إسماعيل عليه السلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند أول مولود، ولم يكن ليحصل في المولود الآخر دون الأول، بل لم يحصل عند المولود الآخر من مزاحمة الخلة ما يقتضي الأمر بذبحه، وهذا في غاية الظهور. وأيضا فإن سارة امرأة الخليل صلى هذا الوجه السادس. قال: وأيضا فإن سارة امرأة الخليل. نعم، فإن سارة امرأة الخليل. قال: وأيضا فإن سارة امرأة الخليل صلى الله عليه وسلم غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة، فإنها كانت جارية. من الجارية؟ هاجر. نعم، فلما ولدت إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة، فأمره الله سبحانه أن يبعد عنها هاجر وابنها ويسكنهما في أرض مكة لتبرد عن سارة حرارة الغيرة، وهذا من رحمته ورأفته بها، فكيف يأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح ابنها ويدع ابن الجارية بحاله؟ هذا مع رحمته لها وإبعاد الضرة عنها وجبره لها، فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية؟ بل حكمته البالغة سبحانه اقتضت أن أمر بذبح ولد السرية، فحينئذ ترق عليها الست وعلى ولدها. الست يعني السيدة، والمقصود بها زوجته الحرة سارة. نعم، وتتبدل قسوة الغيرة رحمة، ويظهر لها بركة هذه الجارية وولدها، وأن الله لا يضيع بيتا هذه وابنها منهم، وليري عباده جبره بعد الكسر ولطفه بعد الشدة، وأن عاقبة صبر هاجر وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم لذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه من جعل آثارهما ومواطئ أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين ومتعبدات لهم إلى يوم القيامة. نعم، هذا من أجل ما حب الله عز وجل به آل إبراهيم عليه السلام، والحديث في هذا طويل لا يتسع له المقام. كرامة هذا النبي الكريم الخليل إبراهيم عليه السلام جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مقامه عند الله عظيم. حسبك أن الله يقول في مناقبه في آيات كثيرة: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. قال في آيات أخر: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. في آيات جمة جاء الثناء وذكر المناقب لإبراهيم الخليل عليه السلام، وما حب الله تعالى به الخليل إبراهيم عليه السلام كان في سياق مواقف من الابتلاءات، وكلما عظم قدر البلاء عظم العطاء عند الله عز وجل. واشتد البلاء بإبراهيم عليه السلام من رميه في النار لحرقه، وأرادوا به كيدا فجعلهم الله في الأسفلين، ومرورا بأخذه لابنه إسماعيل عليه السلام رضيعا وأمه هاجر، ويتركهما في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء امتثالا لأمر الله، وينصرف ولا يملك إلا دعوات يرفعها إلى رب السماء: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، إلى آخر الآيات. ثم الأمر بذبح الولد، مقامات عظيمة والله كتبت لإبراهيم الخليل عليه السلام، فمن كان هذا أمره وشأنه عظم عند الله عز وجل قدره، ثم يعظم الله جل جلاله مقام ذلك العبد بين خلقه، وهكذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام. قال المصنف رحمه الله: آل الأمر أن الله لا يضيع بيتا هذه المرأة يعني هاجر وابنها منهم، ليري العباد الجبر بعد الكسر واللطف بعد الشدة، وأن ما صبرت عليه هاجر وابنها من بعد ووحدة
وغربة ثم تسليم بأمر الله بذبح الولد، انتهت إلى ماذا؟ إلى أن جعل الله عز وجل آثارهما هاجر وابنها إسماعيل وأبوه إبراهيم عليهم السلام، جعل آثارهم ومواطئ أقدامهم مناسك، فهاي ذي الأمة إلى يوم القيامة تحج البيت الحرام، وتأتي من كل فج عميق إلى البيت الحرام، تطوف بالكعبة وتسعى بين الصفا والمروة. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام سعي هاجر بين الصفا والمروة في قصة بحثها عن ماء زمزم، قال: فذلك سعي الناس بينهما. ثم يؤمر الناس فتكون شريعة إلى يوم القيامة بذبح الأضاحي يوم عيد النحر عيد الأضحى، وتذبحه الأمة كل عام في كل بلاد الإسلام. فجعلت آثار هذه الأسرة الكريمة مواطئ أقدام العباد ومناسكهم ومتعبداتهم إلى يوم القيامة. ولهذا ما زلنا أنا وأنت في كل صلاة إذا أردنا المنقبة والشرف والكرامة والصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم، إيش نقول؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، شيء عظيم خالد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، فصلاة على آل إبراهيم وبركة على آل إبراهيم. أصبحنا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم نسأل الله عز وجل صلاة لنبينا وبركة على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما جعلها الله عز وجل لجده الخليل إبراهيم عليه السلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن الله لا يضيع بيتا هذه وابنها منهم، وليري عباده جبره بعد الكسر ولطفه بعد الشدة، وأن عاقبة صبر هاجر وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم لذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه من جعل آثارهما ومواطئ أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين ومتعبدات لهم إلى يوم القيامة. وهذه سنته تعالى في من يريد رفعته من خلقه أن يمن عليه بعد استضعافه وذله وانكساره. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والمقصود أن هذه المعاني والأوصاف إنما تنطبق على هاجر وابنها إسماعيل عليه السلام، لا على سارة وابنها إسحاق عليه السلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولنرجع إلى المقصود من سيرته صلى الله عليه وسلم وهديه وأخلاقه. ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم ولد بجوف مكة، وأن مولده كان عام الفيل، وكان أمر الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته، وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب، وكان دينهم خيرا من دين أهل مكة إذ ذاك، لأنهم كانوا عباد أوثان، فنصرهم الله على أهل الكتاب نصرا لا صنع للبشر فيه، إرهاصا وتقدمة للنبي الذي خرج من مكة وتعظيما للبلد الحرام. قصة الفيل وأبرهة وما قدم به من هناك من جنوب الجزيرة قاصدا هدم الكعبة لم يكن إلا حكمة إلهية فيها توطئة لأمر عظيم هو ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتعاثه من أرض هذا البلد الحرام. فقصة أبرهة وأصحاب الفيل لم تكن نصرا لقريش عبدت الأوثان على أبرهة النصراني وهو على دين سماوي يتبع فيه نبيا من أنبياء الله عليهم السلام، لكن الأمر وما فيه هو تعظيم هذه البقعة وإظهار شرفها وبيان ما الذي تؤول إليه. قريش ما صنعت شيئا، ما قابلت أبرهة ولا رمته بحصاة فضلا عن أن تقابله بسلاح، فروا. وغاية ما فعله عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لأبرهة: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، لا أكثر. فسلط الله على أبرهة وجنده وفيلته ما ذكر في سورة الفيل، فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هل هذا نصر لقريش على أبرهة؟ الجواب لا،
لأنهم وثنيون والنصارى أقرب إلى الحق من عباد الوثن. هل هذا نصرة لنبي كان موجودا بمكة؟ أيضا الجواب لا. النصر ها هنا في ذلك الموقف ودحر أبرهة تعظيم للبيت الحرام وصيانة للكعبة وتقديس لها وصد لجبروت الجبابرة وطغيان الطغاة أن يمسوها بسوء، فدحروا وعادوا من حيث أتوا، فكان هذا تقدمة، فولد عليه الصلاة والسلام في ذلك العام وأصبح حدثا عظيما تؤرخ به الأحداث. فهكذا ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي حصلت فيه قصة أبرهة والفيل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واختلف في وفاة أبيه عبد الله، هل توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل أو توفي بعد ولادته؟ على قولين أصحهما أنه توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل، والثاني توفي بعد ولادته بسبعة أشهر، وقيل شهرين وقيل 28 شهر، يعني سنتين وزيادة. فهما قولان: هل مات عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه آمنة ابنة وهب، أم ولد ومات أبوه وهو طفل صغير ابن سبعة أشهر أو شهرين أو 28 شهرا؟ قال: الأصح والأرجح والذي عليه كافة المؤرخين وأرباب السير أن النبي عليه الصلاة والسلام مات أبوه وهو حمل في بطن أمه آمنة بنت وهب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء منصرفها من المدينة من زيارة أخواله، ولم يستكمل إذ ذاك سبع سنين. قال: لا خلاف أن أمه ماتت في طريقة عودتها من المدينة إلى مكة، وقد ذهبت لزيارة أخواله من بني النجار، فلما عادت أدركتها الوفاة في الطريق. قال: ولم يستكمل إذ ذاك سبع سنين. ثم خلاف أيضا في تحديد العمر لما ماتت أمه، هل هو ست سنوات أو سبع أو حولها؟ قال المصنف رحمه الله: ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء منصرفها من المدينة من زيارة أخواله، ولم يستكمل إذ ذاك سبع سنين، فكفله جده عبد المطلب، وتوفي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ثمان سنين، وقيل ست وقيل عشر، ثم كفله عمه أبو طالب، واستمرت كفالته له، فلما بلغ ثنتي عشرة سنة خرج به عمه إلى الشام، وقيل كان سنه تسع سنين. ها هنا يوجز المصنف رحمه الله تعالى مراحل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما تم له في البعثة لما بلغ الأربعين من عمره الشريف صلى الله عليه وسلم، وهي جمل موجزة وفي كتب السير مزيد تفصيل لها، لكنه أراد الاختصار لأنه يشرع في المقصود الأعظم، وهو تفصيل هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ماتت أمه بين مكة والمدينة في الأبواء لما عادت منصرفها من المدينة، وأبوه قد مات قبل ذلك وهو حمل جنين في بطن أمه عليه الصلاة والسلام، فإن عبد الله والده ما أن ابتنى بأمه آمنة ودخل بها وحملت، حتى أرسله أبوه عبد المطلب إلى المدينة ليمتار لهم تمرا، فلما كان هناك مات بها ولم ير ابنه محمدا صلى الله عليه وسلم، فمات الأب وهو حمل عليه الصلاة والسلام، ثم ماتت الأم وهو في حدود السادسة أو السابعة على خلاف بين أهل العلم، فانتقل في كفالة جده عبد المطلب سيد قريش وزعيمها، فوجد عنده العظمة والتربية الحسنة والرعاية والمجد والسؤدد في كنف جده عبد المطلب، لكنه أيضا لم يلبث أن مات جده، فتوفي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ثمان سنوات، يعني لم يزد عن سنتين على تقدير جل أهل العلم، وقيل عشر وقيل نحو ذلك، فانتقل بعد إلى كفالة عمه أبي طالب واستمر هناك حتى بعثه الله عز وجل نبيا صلى الله عليه وسلم. وهذا السياق المختصر
فيه إيجاز لنحو من 8 سنوات إلى 10 من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدر الله له فيها من ظروف العيش أصعبها، قياساً بحياة البشر، أن يعيش المرء يتيم الأب قبل أن يولد، ثم يعيش يتم الأمومة أيضاً في سن الطفولة. ولما كان يتيماً، وتعلمون قصة تنازع المرضعات القادمات من البادية إلى مكة لأخذ الأطفال، فيستبقون على أبناء الكرام والوجهاء ويزهدون في اليتامى، نظراً إلى أنهم لا يطمعون في عائد يعود عليهم من رعايتهم وإرضاعهم. وأخذته حليمة بعدما لم يبق لها شيء، وقصة إرضاعه والبركة التي حلت في رحل حليمة وبيتها أمر معلوم. ثم تموت أمه ولا يزال طفلا عليه الصلاة والسلام، ولله في ذلك الحكم البالغة. ومن ذلك أن الله عز وجل استأثر لنبيه عليه الصلاة والسلام الرعاية الإلهية المحضة، فما عاش في تربية والدين ولا كان في أم أو أب ينشئونه منذ طفولته ونعومة أظفاره على شيء من مرادات الأبوين، فخلص في نشأته لمراد الله عز وجل. ومنها أنه وإن فقد حنان الأمومة وعطف الأبوة فإن الله امتن عليه بما هو أعظم، أما قال: ألم يجدك يتيما فآوى، فتكفل الله له بذلك. ثم نزع الله عنه حياة الدعة والترف والخمول التي يجدها الأطفال في رعاية الوالدين، ليعيش صلى الله عليه وسلم حياة الجد والصبر والاحتمال منذ بداية حياته. كل ذلك توطئة وحكمة إلهية جليلة ينشأ فيها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وللحديث صلة في انتقال كفالته إلى عمه أبي طالب وما بعد ذلك من الجمل التي ساقها المصنف رحمه الله إيجازاً واختصاراً. هذه ليلة الجمعة أيها المباركون أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فاغتنموها بكثرة الصلاة والسلام عليه. صلى عليك الله في عليائه ليطوف ذكرك في المآذن والذرى، فبذكر أحمد رق قلبي وانجلى، وبذكر طه فاض شوقي أبحرا، وبذكره هدأت رياح سفينتي، وبذكره دمع الغمام تعطرا. صلوا عليه وسلموا وتذكروا أن الصلاة على النبي زاد الورى. اللهم صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام، واجعلنا إلهي بالصلاة والسلام عليه من أشد أمته له حبا، ومن أكثرهم منه يوم القيامة قربا. واجعلنا إلهي بالصلاة والسلام عليه مشمولين برحمتك وصلواتك يا ذا العرش الكريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، واجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.